ربما لا توجد شخصية تاريخية دخل الغموض إلى قصتها وحكيت حولها الأساطير، مثل الأميرة الروسية إنستازيا، أصغر بنات آخر قياصرة روسيا نيكولاس الثاني، ولكن قصتها للأسف لم تنتهي نهاية سعيدة أبدا، فقد قتلت الوريثة الشابة مع جميع أفراد أسرتها رميا بالرصاص في عام 1918 ميلادية. وقد اعتقد كثير من الناس أنها هربت، لأن وقت الاغتيال لم تعلن الحكومة الروسية أبدا عن ذلك، وحتى جثة الفتاة لم توجد مع باقي أطفال القيصر الخمسة. ومما زاد قصة إنستازيا غموضا هو ظهور بعض الفتيات التي ادعين أنهن إنستازيا الحقيقية، حتى أن السينما العالمية جذبتها الفكرة وتم عمل فيلم مبني على قصة هروب إنستازيا الخيالية. ولكن في عام 2009 ميلادية أثبت تحليل الحمض النووي أن جثة إنستازيا موجودة مع بقية أفراد أسرتها بالفعل. ففي عام 1913 ميلادية احتفل آل رومانوف بمرور 300 عام على جلوسهم على عرش روسيا، وحكمت الأسرة ما مجموعه 304 سنة، حتى تنازل نيكولاس الثاني عن العرش في 15 من مارس 1917 بعد ثورة فبراير، ونفي إلى سيبيريا مع عائلته. كان للقيصر 4 بنات وولد، هم أولغا وتاتيانا وماري وإنستازيا، وأصغرهم كان الصبي أليكسي الذي كان يصغر إنستازيا بثلاثة سنوات. وقد ولدت الأميرة في 18 من يونيو عام 1901 ميلادية. لم تكن ولادة إنستازيا حدث سعيد في البلاط الروسي الذي كان ينتظر خليفة ولد ليرث العرش بعد أبيه، ولكن خابت آمالهم عندما ولدت البنت الرابعة، ولم يكن اسم إنستازيا من الأسماء الإمبراطورية الروسية التقليدية، ولكن القيصر وزوجته ألكسندرا اختار هذا الاسم لابنتهم، وهو مشتق من كلمة يونانية تعني القيامة، نظرا لاعتقادهما أن الله سوف يستجيب لدعواتهما ويعيد إحياء النظام الملكي الروسي بولادة ولد لهما. وبالفعل فإن الله تعالى رزقهما بالصبي أليكسي في عام 1904 ميلادية، لكنه كان مصاب بمرض النزف الهيموفيليا. وفي بداية القرن العشرين كانت تلك الإصابة تعني أن الولد ربما لن يعيش حتى يبلغ سن الرشد، فأصبح القيصر وزوجته منشغلين تماما بمرض الوريث الوحيد ومحاولة إخفاء حالته عن الجميع. ولذلك بقي جميع أفراد عائلة رومانوف شبه منعزلين عن العالم. كانت إنستازيا تتميز بأنها أقصر من أخواتها، وكان شعرها أشقر وعيناها زرقاوتين مع نشاطها الملحوظ وحس الدعابة لديها، كما أنها كانت لا تحرص على الالتزام بأي تقاليد الإمبراطورية، وكانت تكره الدراسة وتحب اللعب وتسلق الأشجار وأكل الشيكولاتة وهي ترتدي قفازات وعمل الحيل في أبناء عمومتها، وكانت مقلدة رائعة وتهوى التمثيل في المسرحيات العائلية. بعد الثورة وإجبار القيصر على التنازل عن العرش سادت الفوضى في جميع أنحاء البلاد، وكان القيصر حينها خارج البلاد ولم يتمكن من العودة لزوجته وأطفاله في البداية، ثم بعد ذلك تم حبسهم في قصر زاركوسيلو، وفي أغسطس عام 1917 ميلادية تم نقلهم إلى سيبيريا وحبسهم في منزل صغير في وسط البرد القارس. وبعد سجن الأسرة بذلت إنستازيا قصارى جهدها للحفاظ على معنويات الجميع، على الرغم من أن حرمانها من النشاط في الهواء الطلق كان صعبا عليها بشكل خاص، فكانت تخيط وتقرأ وتلون. وفي 17 من يوليو عام 1918 وفي الساعة 2 بعد منتصف الليل تم إيقاظ العائلة، وصارت إنستازيا رومانوف وهي تحمل كلبها جيمي مع باقي أفراد العائلة عبر الدرج إلى القبو الرهيب حيث طلب منهم الانتظار. وكانت الأخبار تأتي أن الجيش الأبيض يقترب من موقعه في محاولة يائسة لتحرير القصر، ولذلك
وحتى يتم إنهاء الحقبة القيصرية تماما، صدرت الأوامر من المجلس السوفيتي الأعلى لروسيا بقيادة فلاديمير لينين بقتلهم جميعا. تم إخبار العائلة أنهم سيذهبون لأحد المنازل المجاورة ليتم تصويرهم وعرض صورهم للأمة حتى يتأكدوا أنهم على قيد الحياة. وفجأة اقتحم الجلادين المكان، وكان عددهم حوالي 12 رجلا. تم إطلاق النار على الأسرة والخدم المصطفين على الحائط البعيد، وكانت إنستازيا التي كانت قد بلغت لتوها 17 عاما من بين آخر ما ماتوا، وفقا لشهادة لاحقة من فرقة الإعدام. وحتى حيوانها الأليف تم قتله بطريقة بشعة، حيث حطموا رأس الكلب بعقب البندقية وألقوا به في الشاحنة مع الموتى، وتم تشويه جثث الأسرة ودفنها في الغابة. تم دفن جثث القيصر وزوجته وأطفاله الخمسة في قبرين لم يحملا أي شواهد، ولم يبلغ الشعب الروسي سوى بخبر وفاة القيصر وحده. لذلك سرت الشائعات أن باقي أفراد الأسرة قد تمكنوا من الهرب من روسيا، حتى أن جدة أنستازيا الإمبراطورة ماري، والتي هربت من روسيا بعد الثورة لتقيم مع أختها الملكة إلكسندرا بلندن، كتبت في مذكراتها أنها متأكدة أنهم جميعا خرجوا سالمين من روسيا، وأن البلاشفة يحاولون إخفاء ذلك. كانت قبورهم غير المميزة سرا، يخضع لحراسة مشددة، حتى عام 1979 ميلادية، فقد خاف لينين من الدخول في مشاكل خارجية مع باقي أعضاء أسرة رومانوف الذي حكموا معظم دول أوروبا في ذلك الوقت. وفي عام 1920 ميلادية، حيث كان كثير من الروس وأفراد العائلة الحاكمة الروسية والنبلاء الذين فروا من الثورة يعيشون في برلين بألمانيا، تم إنقاذ فتاة شابة من محاولة انتحار، ورفضت الفتاة الإفصاح عن أي معلومات عن شخصيتها، فتم نقلها إلى ملجأ لرعاية المرضى النفسيين. وهناك أخبرها أحد المرضى أنها تشبه الدوقة تاتيانا، ثاني أكبر أبناء القيصر، لكن كان من الواضح أن السيدة الشابة أكثر كثيرا من الدوقة تاتيانا. لذلك أشيع بين المرضى أن تلك الفتاة ربما تكون هي إنستازيا لأنها كانت قصيرة. وعلى الرغم من أن هذا الإدعاء ربما يكون مضحكا، حيث كان من الصعب جدا على أي فرد من أفراد عائلة رومانوف أن يفر من بين حراسة البلاشفة المشددة، إلا أن الشائعات بدأت تنتشر بقوة بين أفراد عائلة رومانوف الأحياء. فالبعض ادعى أن أحد الحراس الذين تولوا نقل الجثث وجد أن أنستازيا لم تكن ميتة أثناء حملها خارج القبو، وأنها كانت محمية بفضل ارتدائها لبعض المجوهرات الملكية والتي منعت الرصاص من اختراق جسدها فأبعدها وأصبحت عشيقته، وأنه مات بعد ذلك في مشاجرة بالشارع. وعلى إثر هذا الإدعاء توجه بعض أفراد عائلة رومانوف للمستشفى الذي تقيم فيه شبيهة إنستازيا، ولاحظ بعضهم الشبه بينها وبين إنستازيا، حيث أن عيناها كانتا زرقاوتين، أما الآخر فأنكر أنها هي لأن فم إنستازيا كان أصغر من فم الفتاة. أما الجدة ماريا رفضت رؤية تلك الفتاة، ويقال أنها قد وردتها تقارير سرية يفيد بوفاة جميع أفراد العائلة على يد البلاشفة. أما شقيقة الدق فذهبت لرؤية الفتاة وخلصت في النهاية، إلا أنها شخص غريب. أما شقيق الإمبراطورة ألكسندر زوجة خال إنستازيا فقد كلف محقق بالبحث عن أصل تلك الفتاة المجهولة، واكتشف في النهاية أنها عاملة بولندية تسمى فرازيسكا شانزكوسكا وتعاني من اضطراب عقلي. وفي عام 1991 عثر على قبر به رفات عائلة رومانوف والخدم الأربعة الذين أعدموا معهم، وحدد الطبيب الشرعي أن الرفات تخص العائلة ما عدا إنستازيا وأخيها أليكسي. لكن بعد فترة عثر بالصدفة على مقبرة أخرى بها بعض الرفات،
وبقايا قميص مخطط باللونين الأبيض والأزرق، وهو نفس قميص أليكسي. وفي عام 2009 ميلادية تم الجزم بأن هذا القبر يخص الأميرة إنستازيا وأخيها أليكسي، والله أعلم.